السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم إيمان قاسم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن العقائد المجسمة أو الكليهات المجسمة. يعني إيه كليهات مجسمة؟ يعني كليهات اللي هي بنشتغلها على النور وبعد كده بنشيلها وبنقفلها، يعني وبنشتغل بعد كده قطعة خارجية عليها بنكمل ليها شكل العقد، بتدينا شكل المجسم. كل الصور دي هتلاقيها عبارة عن قطع مجسمة فيها زيادات، يعني من الجناب أو من عند المثلث بتاع العقد، أشكال كتيرة جدا جدا. كل الصور دي، كل الفيديو النهاردة عبارة عن مجموعة من البطرونات ومن الصور للعقاد المجسمة، أشكال مختلفة، أشكال جميلة جدا، عبارة عن ورود طبيعية، منها القطعة الواحدة ومنها القطعتين وبينهم سلاسل. ان شاء الله المرحلة الجاية هنعمل مع بعض عقد مجسم من العقد دي عشان نتعلم مع بعض ازاي نطلع بالشغل اللي بره، وازاي لما بنخلص العقد نعمل له الشكل التكسيمة دي او نشتغله من بره، ازاي نضيف القطعة الخارجية دي. احنا بنشتغل على العقد بصورة طبيعية خالص اللي احنا متعودين عليها، بس هبدأ معاكم برضو من الاول خالص، من اول شد الخيط كأن بعلم للمبتدئات. فهنشتغل مع بعض ان شاء الله ابتداء من الفيديو اللي جاي. هنعمل عقد بسيط صغير يعني على النول، وبعد كده نشتغل القطعة المجسمة. القطعة المجسمة دي بتتعمل بغرزة اسمها غرزة الطوب او غرزة النول، يعني حسب الشكل بتاع الاضافة اللي احنا هنضيفها. يعني احنا ممكن نشتغلها بالطريقة دي وممكن نشتغلها بالطريقة دي حسب البطرون اللي قدامنا. طبعا نرجع ونقول ان كل العقاد دي والصور دي دي صور العقاد المجسمة. مش شرط العقد المجسم يبقى عقد كبير، يعني ده شكل المعنى ده عقد كبير وده كمان، لكن في اشكال تانية بتبقى عقاد صغيرة. يبقى القطعة الدلاية اللي تحت دلاية صغيرة وطلع منها جناب برضو عرضها مش كبير. ومعظم العقاد المجسمة بتبقى عقاد أشكال طبيعية، ورود يعني أوراق شجر كده، يعني أشكال مختلفة، أشكال جميلة، ورود طبيعية. هنا رسمة عباد الشمس مع وردة الخشخاش مع ورود اللبني وبينهم سلاسل، محطوط فيها ممكن كريستال، محطوط فيهم أشكال تانية. العقد دي بقى دي عقد قصيرة بتبقى على الرقبة كده بسيطة، بتتعمل بصورة بسيطة وفي نفس الوقت بنضمهم على بعض. دي لها شغل مختلف تماما، يعني العقاد القصيرة دي لها تكنيك مختلف. ان شاء الله في مرة تانية نبقى نعمل مع بعض العقد القصير ده، علشان تقفيله بتبقى بطريقة مختلفة، دي ما عملتهاش ابدا معاكم على القناة، ان شاء الله نبقى نعملها. نرجع تاني للاشكال، في اشكال كتيرة ومتنوعة قلت اجمعها لكم عشان نفكر بعض ونحمس بعض ان احنا نشتغل. لسه ان شاء الله هنشوف الخرز واجمعه ونبدأ نشتغل مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان من دول اللي في ازمة كبيرة جدا في الوان الخرز مش متواجدة بصورة متوفرة. ان شاء الله نحاول نوفر الخامات، وطبعا عندي العقد وعندي القصدي عندي اللهم صل على النبي الخيط يعني والنول والكلام ده كله، لكن هو الخرز اللي فيه الوان محدده مش موجوده. ان شاء الله نلف عليها ونشوفها ونلاقيها باذن الله، بالذات اللون الاحمر، اللون الاحمر مش موجود بصوره يعني متوفره. اسيبكم تكملوا بقيه الفيديو مع الاشكال المختلفه الجميله دي من العقاد والكوليهات، اشكال طبيعيه جميله، ورود في منتهى 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 الشياكه والجمال. طبعا الصور دي كلها موجوده في بنترست، مفيش حاجه منهم انا شغلها، دي كلها شغل من البرنامج بتاع بنترست. لو اي حد عايز الصور دي ممكن يكلمني على الفيسبوك او الماسنجر، يعني انزل بيهم فايل على الجروب بتاع الفيسبوك او الواتساب لو حابين.
اسيبكم على خير، تكملوا بقية الفيديو، وان شاء الله في اقرب فرصة انزل اول فيديو لعمل الكليه اللي هنختاره من الاشكال الموجودة دي ونبدأ بيه على بركة الله. يلا اسيبكم على خير. ما تنسوش قبل ما نسيبكم نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق، صلاة في الاولين وصلاة في الاخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.